السيسي وصل المنامة، عارفين حضراتكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بجولة خارجية بدأها بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وتوجه بعدها إلى الهند لحضور منتدى أفريقيا الهند اللي حضر جلسته الافتتاحية النهاردة، وألقى كلمة مصر أمام منتدى الإفريقي الهندي، ووصل منذ ساعات قليلة إلى مطار المنامة العاصمة البحرينية في ختام هذه الزيارة الخارجية. الحقيقة طبعا العلاقات المصرية الخليجية معروفة، سواء زيارته للإمارات أو للبحرين، ودي تأسيسا للعلاقات الممتازة اللي حصل ما بين مصر ودول الخليج العربي بصفة عامة باستثناء قطر ما بعد ثورة 30 يونيو. لكن القصة هنا والنقطة اللي ممكن تبقى محل اهتمام مننا هي زيارة السيسي للهند. الهند واحدة من المناطق أو من النقاط اللي تركزت عليها السياسة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، بعد ما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية. الهند مع كوريا الجنوبية، مع روسيا، مع الصين، مع بعض دول الشرق الأقصى، أعتقد أنها البوصلة الجديدة في خريطة السياسة الخارجية المصرية اللي كانت متركزة في أكثر مجالاتها واتجاهاتها على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الغرب بصفة عامة زي ما بتقالوا القارة الأوروبية. النهاردة الكلمة اللي قالها السيسي كانت أعتقد فيها زوايا مهمة، ركز على الجزء الاستثماري ودعوة المستثمرين، مش عايز أقول الهنود دي عشان الهنود دي شكلها مش حلو، المستثمرين في الهند إلى الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى الكلام عن كيفية تفعيل ملفات السلم والأمن الدوليين ما بين القارة الإفريقية والهند. الحقيقة المهم كمان أن السيسي ما كانش بيتكلم باسم مصر بس، السيسي كان بيتكلم باسم القارة الإفريقية باعتبار أن مصر خلال الأيام الأخيرة استطاعت أن تفوز بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن عن القارة الإفريقية. فبالتالي مصر هذه الأيام وخلال السنتين اللي جايين 2016-2017 تستطيع أن تتحدث باسم أفريقيا، باسم القارة السمراء، وده اللي كان بيتكلم باسمه النهاردة السيسي في تفعيل الاستثمار والعلاقات السياسية ما بين القارة الإفريقية كلها والهند باعتبارها شريك أساسي وعملاق اقتصادي، خصوصا أن الهند استطاعت أنها تتغلب على مشاكل كانت تقريبا حطها في وضع زي اللي احنا فيه دلوقتي. فأعتقد أن الهند يصلح أن يكون نموذج جيد جدا سواء للإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي. احنا معنا على التليفون الأستاذ حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار السابق. مساء الخير يا أستاذ حسن. مساء النور يا أستاذ تامر. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ أستاذ حسن، ماذا يميز الهند وماذا يمكن أن نستفيد من الهند؟ شوف حضرتك، الهند أهم حاجة فيها بلد له تاريخ زي مصر ما بلد ليها تاريخ، دي نقطة مشتركة بيننا وبينهم. لكن أهم ما يميز الهند أن الهند الحقيقة عندهم مجالات كتيرة هم متقدمين فيها. مثلا مجال القطاعات النسيجية، النهاردة مثلا الاستثمارات الهندية في مصر 2.5 مليار دولار تقريبا حسب إحصائيات الأخيرة لهيئة الاستثمار، ومعظمها في القطاعات النسيجية وفي بعض المشروعات البتروكيماوية. طيب هم كمان عندهم ميزة ومتقدمين يمكن على العالم كله في البرمجيات وفي الاي تي، فتقدر تستفيد منهم في هذا المجال. تمام. النهاردة في مجال ثالث برضو مهم جدا تقدر حضرتك تستفيد من خبرتهم فيه، اللي احنا يعني مش عارفين لسه نوصل له لطريق صحيح، وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيفية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هم لهم تجارب رائدة في هذا الموضوع، احنا لسه يمكن عمالين بندور نعمل لها هيئة، نعمل لها وزارة، فممكن نستفيد منها في هذه التجارب. بلا شك طبعا الزيارة ديت هيتم دعوتهم لزيادة استثماراتهم في مصر، وأكيد أكيد أكيد يعني تعرض عليهم برضو التعديلات التشريعية اللي عملتها الحكومة في الفترة الأخيرة من قوانين كتيرة بتهيئ بيئة ومناخ الاستثمار. بلا شك أيضا أنا أرى أن احنا طبعا أكيد عرض عليهم أن هم ييجوا يستثمروا في مشروع تنمية محور قناة السويس، وخاصة أنه في هناك يقدروا يعملوا في مشروعات خدمية وفي مشروعات لوجستية فيقدروا يفيدوا فيها. يعني أستاذ حسن، يعني النهاردة كان في دعوة صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في الهند للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها، ودي مش الدعوة الأولى. يعني الرئيس السيسي في كل محطة خارجية بيدعو القوى الاقتصادية فيها ورجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مصر. لكن هو السؤال الحقيقة اللي موجه لحضرتك مباشرة كده، وأرجو أن حضرتك تجاوبني عليه إجابة صحيحة، أنا نفسي الرئيس السيسي يدعو الحكومة المصرية للاستثمار في مصر.
يدعو الحكومة المصرية إنها توفر المناخ اللي يخلي المستثمرين ييجوا. طول ما احنا بننادي على المستثمرين وما فيش تربة ولا بيئة استثمارية خصبة ولا مهيئة ولا قانونية في مصر، هتبقى كأننا بندن في الهند مش في مالطا. تمام، كلام حضرتك مظبوط. طبعا أهم حاجة تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، مش مهم إن أنا أدعوك وبعدين أجي ألاقي في عراقيل كتير. المستثمر يتعبه جدا عملية البيروقراطية. يمكن أهم حاجة يقول لك عندي، يقول لك أنا يعني عايز أريح دماغي، أنا ماليش دعوة بالإجراءات بتاعتكم دي، أنا جاي أستثمر، عايز مزبوط. أتعامل مع جهة، عايز أتعامل مع جهة واحدة، ما تلففنيش كعب داير عشان أجيب حاجتي، ما أقعدش 6 أشهر ولا 8 أشهر ل 18 شهر عشان أخد تراخيص لبعض المشروعات. ما ينفعش إن أنا بعد ما أشتغل كمان تبص تلاقي أنت تعدل في قوانينك، وأنا كنت بنيت افتراضاتي على وضع معين، تيجي أنت تروح تغير لي في القوانين تخليني مش عارف أعمل إيه. الظروف اللي عندنا اللي يمكن غير مواتية دلوقتي ونتمنى إنها تتحسن هي عملية توفير العملة ليهم. لأن هو دلوقتي بيتقابلوا مشكلتين، إنه عايز يوفر عملة خصوصا لما بيستورد مواد خام عشان يصنع، أو عايز يتوفر له عملة لما عايز يحول أرباح. فديت مشكلة فعلا مواجهانا، لكن أنا شايف إن شاء الله في بوادر كويسة إن شاء الله لحل الحاجات دي كلها. البرلمان أستاذ حسن ممكن يكون فرصة أمام الحكومة والمستثمرين، يعني إذا كنا بنتكلم على تعديلات تشريعية، تهيئة مناخ الاستثمار زي ما حضرتك اتكلمت، برضو التعديلات الأخيرة يمكن محل جدل، ممكن يتم إعادة النظر فيها، البرلمان ممكن يكون ليه كلمة، فشايف ده إزاي برضو؟ كلام حضرتك مظبوط، إن فعلا في بعض القوانين التي صدرت بتحتاج إلى إجراء تعديل تشريعي، فقد يكون هنا عندنا المخرج الكويس إن البرلمان، لأنه البرلمان مطالب إنه يراجع كل القوانين. أهم تعديل من وجهة نظرك يا أستاذ حسن، يعني تقترح يكون على إيه أو في إيه بالضبط؟ في عدة قوانين حضرتك مهمة ليهم، يعني خاصة في قانون الاستثمار، عايز برضو شوية شباك الواحد. لا مش حكاية أصل الشباك الواحد، بصي حضرتك هم يعني الكل يتكلم عن الشباك الواحد كأنه مش موجود، لا هو موجود وموجود من سنة 2004. ما مشكلته يعني ايه؟ غير مفعل؟ لا مقفول. لا 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 الشباك الواحد مش موجود مقفول. لا 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 حضرتك هو موجود، ان احنا بس مش عارفين احنا بنتكلم عن ايه. الشباك الواحد فيه جزئيتين، جزء تأسيس الشركات وجزء خدمات ما بعد التأسيس. المطلوب دلوقتي هو شباك واحد لخدمات ما بعد التأسيس، اللي هي الجهات التي تحصلي منها التراخيص والموافقات والتصاريع عشان تزولي نشاطك، هو ده اللي مطلوب منه. تمام، اتفضل حضرتك. تمام، شكرا جزيلا استاذ حسن فهمي الرئيس السابق لهيئه الاستثمار، بشكر حضرتك يا فندم.